أعلن سعادة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة عن تدشين المرحلة الرابعة من تسهيل التأشيرات بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية والتي تتضمن عددا من التسهيلات الجديدة التي تقدمها مملكة البحرين بهدف إنعاش الحركة السياحية والاقتصادية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار سعادته أن هذه المرحلة تتضمن استحداث تأشيرة دخول مرة واحدة صالحة لمدة أسبوعين، ويمكن للراغبين بالحصول عليها ويمكنهم التقدم إلكترونيا أو من مباشرة في المنافذ. وتشمل التسهيلات الجديدة أيضا تعديل بقاء تأشيرة الدخول المتعددة لمدة 3 أشهر لتصبح شهرا واحدا لكل زيارة. كما تمت استحداث تأشيرة دخول متعددة صالحة لمدة سنة ولمدة بقاء 90 يوما. وأخيرا تعديل رسوم تأشيرة ال5 سنوات وزيادة مدة البقاء لتصبح 90 يوما لكل زيارة. من جانبه قدم مدير التأشيرات والإقامة الشيخ أحمد بن عبد الله الخليفة شرحا مفصلا عن التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للزوار سواء المستثمرين أو السائحين، حيث ارتفعت عدد الجنسيات التي تصدر لها تأشيرة فورية من 38 جنسية عام 2014 لتصل اليوم إلى 66 جنسية. أصدرت تأشيرة لمدة 2 أسبوع برسوم 5 دينار لتسهيل الإجراءات وزيادة مدة بقاء تأشيرتين، اللي هي تأشيرة العودة لمدة 3 أشهر، تأشيرة العودة لمدة 5 سنوات لمدة بقائهم لمدة 90 يوم. وتم استحداث بعد تأشيرة عودة لمدة سنة مدة بقائها 90 يوم في المملكة. وكل هذه التسهيلات لتسهيل وزيادة السياحة على المملكة. هي المعايير الله يسلمك هي تكون مشتركة بيننا وبين السياحة وبين الاقتصاد، فمنها نحدد منها ما هي الدول وشنه المعايير اللي احنا نحتاجها. وهذه المعايير طبعا هي تكون متغيرة بين وقت لآخر، يعني ممكن احنا نضيف دول زيادة في المراحل الجاية، والله نشوف احنا شو الهدف اللي احنا نبيه مع رؤية البحرين لزيادة الدول، منها لزيادة الاقتصاد في البلد. المستثمر هو يكون دعم اقتصادي للمملكة، فالمستثمر هو يقدر يحصل على هذه التأشيرات ويقدر تالي يعني يحول زيارة الإقامة في المملكة، فهو يعتمد على الشخص. واحنا نحاول نحن قد ما نقدر نحن نسهل دخولهم لزيادة الاقتصاد والاستثمارات في المملكة.